الاوفياء كداري لاباس عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم كما كتلاحظوا فيديو مختلف على الفيديوهات السابقه اللي كما عودتكم دائما الموديلات ديال القنادر او جلالب. اليوم جبت لكم هذه الملاقيه اللي درتها في هذا التوب رومي. فكره صراحه كتجي زوينه بزاف نغيروا من القنيدرات اللي دائما كنديروهم. حتى هذا راه كياخذ تقريبا قل من الخياطه ديال القندوره، كيجي ساهل بزاف. ملاقيه اللي هي بسيطه وسهله كما كتشوفوا، درتها بهذا العقيق ديال الزمرد وغير بالاعمده. كما كتشوفوا العقيق ديال الزمرد انا خدمته لداخل، يعني درته في الخيط ديال الصبره، يعني في الخيط ديال الحرير، وخدمته ماشي حتى من بعد عاد نبته باش كيجينا ساهل في الخدمه. بالنسبه للزيستراسات هادو هما اللي كنلصقهم حتى لاخر لحظه. غادي ندوزو ان شاء الله للتطبيق في واحد المشترى، لان هاد التوب كما كتشوفوا غامق ما نقدرش ندير لكم فيه الطرف لانه ما كيبانش لكم مزيان، لكن غنديروا لكم في واحد المشترى في التوب ابيض باش يبان لكم اكثر واكثر. بالنسبه هنايا الكول درت هاد الدرس اللي هو خفيف، راه ديجا عندي في القناه ديالي. بالنسبه للبنات اللي باقي ما شفتوش ترجع الفيديوهات السابقه وغادي تشوفوا الطريقه ديال الدرس. اذا غادي ندوزو للتطبيق. بركه الله غنبداو، غادي نخلي هاد لي زيستراس اللي غنحتاجهم حتى الاخر. هنا كنحتاج جوج ديال القصبات ديال الحرير. دائما البنات كيسولوا لي على نوعيه الحرير، وكنشكر بزاف الناس الخليج اللي انضموا للقناه ديالي. كيسولوا لي على النوع ديال الخيط، راه هذا هو الخيط باش كنخدم. ما عرفتش نتوما في البلاد ديالكم كيفاش كتسميوها، لكن حنا بالمغرب كنقولوا الحرير. كاين اللي كيقول صبره، كل واحد على حسب المنطقه ديالو. بالنسبه حنا المنطقه ديالنا كنقولوا صبره، بالنسبه لمناطق اخرى كيقولوا الحرير. المهم هذا الخيط اللي كيكون في القصبه وانتوما تعرفوا الاسم ديالو، فعلى كل واحد كيعرف على حسب المنطقه ديالو. دائما كنحتاج الكروشيه النمره 7. كل بزاف التساؤلات كيجيوني على النمره ديال الكروشيه، النمره 7 دائما كنقولها. دابا غادي نبدا ان شاء الله معكم بالتطبيق. غادي ناخذ هذا العقيق، غادي نخليه حتى من بعد عاد غادي ندخلو حتى غادي نديرو هاد الخدمه هذه. انا هنايا درت الحبيك على التوب. بزاف الناس ديجا كنت وريت لكم الطريقه، ماشي مشكل غنبدا معكم. انا حبكت هاد الجهه، يعني الجهه الاولى كنديروا عليها غير الحبيك على التوب، يعني هذه الجهه الاولى كنديروها الحبيك على التوب فقط، يعني ما كنديروا فيها حتى شي حاجه. غادي نخليها على جنب وغادي نبدا معكم الحبيك بحال هذا اللي خدمت هنايا. غادي نبدا معكم هنايا ونوريكم كيفاش الطريقه غادي نديروها الحبيك على التوب اللي بزاف الناس سولوني عليها. كما غادي نوريكم على حساب الحبيك على التوب، بزاف الناس كيجيو كيحبكو التوب من هنا، يعني هنا لا ضروري غادي تدخلوا على حساب هاد التكفيفه اللي درنا. راه وريت لكم الطريقه كيفاش تنبلوا التوب، وريتها لكم في واحد الجزء غنخليه لكم في صندوق الوصف، يعني كيفاش كتحلوا الكول، كيفاش كتنبلوا التوب. هنايا كما قلت لكم بزاف الناس كيديروا هنا كيجيهم العوجيه، لا دائما غادي تبداو الحبيك من هنا، يعني كما حبكتو يعني كيما نبلتو التوب غادي تبداو الحبيك من هنايا. غادي نبدا معكم على بركه الله. غادي ناخذ الخيط، دائما كنجمع جوج ديال الخيوط في مره، غنقطع لهم هاد البلاصه باش يجوني متساويين. صافي غادي ندير اللويه المعتمده اللي كنلوي على الكروشيه، وغادي نجي هنا. هنا غادي نخلي واحد شويه على حساب باش فين نقبط. غادي نجيو هنا دائما كنبداو من هاد البلاصه، يعني هنا ماشي كنجيو كنحبكو في الاول، يعني ما كنحبكوش فوق الخدمه، يعني دائما كنحبكو هنا. هانتوما دائما كنشدو هذا هنايا صافي، وكنبدا نحبك من هنا، يعني كندخل الكروشي لداخل ديال الحبيك، يعني هنايا اول فين حبكنا هنا ما غاديش نبداها هنا، باش كيجينا الحبيك متساوي، ما كيجيش وحده طالعه وحده هابطه، يعني كيجي زوين بزاف وسهل. هانتوما غادي نبقى غاديه على هذا الشكل فقط للتوضيح، حيت بزاف الناس كيقولوا لي علاش ما كيجيكش الديفو في، يعني بالنسبه للقوب ديال الجلابه بالنسبه كيقولك علاش ما كيجيكش انت الديفو. حنا كيجينا الديفو، راه الديفو كيجيكم على الطريقه ديال الحبيك، يعني الحبيك كيكون من هنا ولا كيكون يعني ما مساويش. ودائما الحبيك ما تخليوش بالنسبه لهذه الخدمه، غادي ديروا الحبيك بدون سلسله، يعني الحبيك على التوب فقط بدون سلسله، يعني هيا غير غرز حشو صافي، غرزه حشو، يعني ما كنديروش الحبيك
يعني ما كنديروش سلسله ما بين غرز حشو. صافي كنمشيو على هذا الشكل كما كتلاحظوا غرز حشو، ودائما كنضربوا هنا تحت من الحبيك. ها نتوما كيفاش كيجي، حتى الظهر ديالها كيجي متساوي. ها نتوما فهمتوا، هذه بالنسبه للحبيك على الثوب، نتمنى يكون مفهوم الدرس. اذا غادي نكمل الحبيك كامل ونرجع معكم على الخطوه الثانيه. اذا كما كتشوفوا بعد ما كملت الحبيك على الثوب على هذا الشكل، دائما نتوما ملي غتكونوا كتخدموا البياسه راه غادي ديروا هذا هنايا وغتخدموا عليها كما وريت لكم في الفيديوهات نتاعي. بالنسبه لهذا انا غير مشطره خليته هنايا ماشي مشكل. دابا غادي ندوزو باش نعمر الخطوه الثانيه. كيفاش غنديروا؟ غنعمروا العقيق في الخيط. انا بديت كنعمر شويه، ها نتوما درتو في جوج ديال الخيوط، يعني جوج ديال الصبرات جمعتهم دخلتهم هنايا في الابره، يعني 8 ديال الشعرات. غادي نبدا كناخذ العقيق من هنايا وغادي ندخلو على هذا الشكل. غنبدا ندخل العقيق، ساهل الطريقه باش كندخلوا العقيق، راه ساهله سورتو هذا العقيق الكبير، ماشي بحال المهرس صعيب شويه في الادخال. بالنسبه لهذا كندخلو هكا بكل سهوله. صافي حتى كنكمل الكميه اللي عندي اللي غادي يعني اللي غادي نخدم بها ونرجع معكم. اذا بعد ما دخلت هنايا كما كتشوفوا العقيق، غادي لويت الخيط على الكروشي، يعني ديك اللويه دائما كنديرها معكم. هنا غادي نجي الاول غرزة حشو وغادي نبدا ندير اول غرزة اللي غادي نحبك بها الخدمة. دائما كما قلت لكم هذا راه غترجعوه هنايا بالنسبة للناس اللي غتخدموا يعني بياسة، انا هنا كندير غير مشترى نخليه غير هنايا ماشي مشكل. من بعد غادي نطلع بثلاثة ديال السلاسل ونرجع لنفس المكان وندير عمود على هذا الشكل. من بعد غادي ناخذ العقيق، كنجبد العقيق عندي على هذا الشكل، كنلوي الخيط على الكروشي، غادي ندير عمود، غادي ندير اللويه الاولى غنخرجها تحت العقيقه، اللويه الثانيه كنخرجوها فوق العقيقه على هذا الشكل. من بعد غادي ندير عمود بدون عقيق على هذا الشكل. هذا غادي نجبد العقيق كذلك، ندير عقيقه، غادي نجي هنا غادي نجبد الجبده الاولى غنجبدها يعني تحت العقيقه، والثانيه نديرها فوق العقيقه باش كنثبتوها مزيان. هنا كذلك غنجي ندير عمود بدون عقيق، غادي نجبد الخدمه يعني العقيق وغادي نجي هنا غادي ندير كما كتشوفوا الخرجه الاولى تحت العقيقه والخرجه الثانيه فوق العقيقه. ها نتوما كيفاش كتجي، صراحه كتجي الخدمه زوينه ومتقونه، نتمنى تجربوها. من بعد غادي ندير واحد العمود بدون عقيق، غادي نجبد العقيقه، غادي ندير هنايا الخرجه الاولى تحت العقيقه واللويه الثانيه غادي نديروها فوق العقيقه كذلك. غادي نجي هنا وغادي ندير عمود بدون عقيق، يعني غنستمر بهذه الطريقه، يعني عمود كنديروا له العقيق وعمود ما كنديرولوش العقيق باش ما يجيناش. الا درنا في كل عمود راه غيجي مدحس بزاف، ما غاديش يجي زوين على هذا الشكل. صراحه راه كتجي زوينه بزاف هذه الملاقيه، تقدروا تكتفيوا بها غير هكا بدون لي زستراس، لكن انا درتها بواحد الطريقه عجبتني بزاف وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. دائما كما قلت لكم كتخرجوا فوق العقيقه، الدوره الاولى بالعقيق يعني تحت العقيقه والدوره الثانيه فوق العقيقه. هنا كنديروا كذلك عمود، غادي نجبدوا العمود الموالي غادي نديروه بالعقيق على هذا الشكل. صافي وكنستمر هنايا، غادي نخدم واحد الجزء يعني هنايا كما كتشوفوا هنا 1 2 3 4 5 6 7 غادي ندير 8 ديال العقيقات. ها نتوما العمود بدون عقيق، غادي نجبد كما كتشوفوا العقيق، غادي ندير ها نتوما كتجبدوا بالعقيق الدوره الاولى تحت العقيقه والدوره الثانيه فوق العقيقه على هذا الشكل. صافي بعد ما كملت 8 غادي نبدا ندير الاعمده بدون عقيق. غادي نشرح لكم كيفاش هذه الطريقه بدون عقيق، باش غادي نديروا فيها المكان ديال لي زستراس. كما كتشوفوا لي زستراس غادي على حسب كل واحد النوع ديال لي زستراس اللي شرا. بحال دابا انا عندي لي زستراس صغار، غادي نشوف غادي ناخذ هنا وغادي نشوف واش كنكتفي هنايا بهادو، دونك كنكتفي غير بربعه د الاعمده. ها نتوما يعني هاد لي زستراسات غادي يجيو هنايا، عفوا راه طاحت،
يعني غيجيو هنا، يعني هذه العبار ديالها هي هذه بركه. غنخليو غير اربعه ديال الاعمده اللي ما غاديش نديرو فيهم العقيق. هنا غادي نبداو في الخامس، غادي نديرو العقيق على هذا الشكل، وكنخليو واحد العمود بدون عقيق. كنجيو كنديرو عقيقه صافي، كنمشيو على هذا الشكل سهله، يعني ما فيهاش تعقيدات ولا تماره، وتقدروا ديروها في يوم واحد او اقل، يعني ما يوصلش النهار كامل. صافي كنخليو داك لي سباس. تقدروا كما قلت لكم ديروها كامله بالعقيق، لكن داك لي سباس اللي كديروا فيه هكا شي يعني شي ازستراسات تكون زوينه، ولا صراحه كتعطي واحد واحد الشكل زوين. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتخدموها انتم كما كتشوفوا على هذا الشكل. دائما خليو العقيق، يعني واحد العمود بدون عقيق، العمود الثاني كنديروا له العقيق. صافي كنخدموا كذلك هنا كما كتشوفوا، كنخدموا هنايا 8، يعني 8 ديال هاد العقيقات، وكنخليو 4 بدون عقيق على هذا الشكل. صافي انا غنكمل حتى غادي نوصل هنايا ونرجع معكم باش نشوفوا يعني الخطوه الثالثه. اذا رجعت لكم بعد ما كملت هذا السطر كامل، هانتوما كما كتشوفوا، وهنايا الجهه الاخرى كتكون كنخدموها غير بالحبيك على الثوب كما كتشوفوا. هنا غادي نبداو دابا غادي نجمعوها. هذه ما غاديش نجمعها بالكروشي، انما غنجمعها بالابرة. خديت هنايا هذا الخيط اللي برمتو على 4 ديال الشعرات، من بعد غادي نجي هنايا غادي نقلب الخدمه على هذا الشكل، يعني غادي نجي للظهر ديالها. غادي نجي هنا غادي ناخذ هنايا غادي ندير الخيط، غادي ندير اول عقده غنعقدها هنايا دائما كما كتشوفوا على هذا الشكل، وغادي نجي هنا لاول غرزه وغادي ندخل فيها الخيط على هذا الشكل هنايا. صافي كنقبضها هكا اولا غنشدو على هذا الشكل هكا، يعني غنشدو هكا. غادي نجي في كل غرزه حشو مقابل عمود بالابره، وغادي نبقى نبلعهم على هذا الشكل. هذه كل غرزه حشو مقابل عمود. دابا هنايا ما تشوفوش التفاوت هنا، لاننا ما غنكونوا كنخدموا بياسه غنشدو نيشا العبار طبيعه الحال. صافي غادي نبقاو هنا هكا كنستمروا كل غرزه حشو مقابل عمود، وغادي نبقاو نجبدوها على هذا الشكل هذا. كنديروها بالابره حسن، حيت الا درناها بالكروشي كتجي غليظه، لكن بالابره كتجي رقيقه وكتجي زوينه. هانتوما يعني كتجي ساهله، تقدروا ديروها في المخده، تشدوها في المخده وتخدموها، يعني ماشي صعيبه بزاف. هانتوما تقدروا تجيو هنايا مثلا تجيبوا واحد الفنيته، تجيبوا الفنيته وتثبتوها هكا على هذا الشكل. صافي كتقبطوه هنا وكيجيكم ساهل الخدمه هانتوما على هذا الشكل، يعني كتبداو كتبلعوا، يعني ماشي صعيبه هذه هي الخدمه، وكتجي صراحه زوينه بزاف. يعني ما غنديش نديرو، يعني درنا خلطنا الكروشي مع الابره، وما كنديروش شي جميع اللي كنجمعوا به مثلا بحال جميع دراندو، ولا كنجمعوا عادي على هذا الشكل. صافي كنستمر بهذا الشكل حتى غنكمل، غنكمل الجميع كامل. هانتوما هانتوما كيفاش جات، شفتوا يعني ما كيبانش الديفو لاننا كنجمعها من الظهر هنايا. صافي غنكمل بهذه الطريقه، غنبدا نجمع حتى نكمل هنا ونرجع معكم. رجعت لكم بعد ما كملت الملاقيه هانتوما، بعد ما جمعتها صراحه كتجي زوينه وما كيبانش فيها الديفو هانتوما، حتى الظهر ديالها كيفاش كيجي. ودابا هنا غادي نبدا باش نلصق دوك لي زيستراسات هنايا. طريقه سهله وبسيطه بالنسبه للناس اللي بغاو يديروها على المرمه، تقدروا ديروها على المرمه، لكن انا غادي نلصقهم غير هكا. غادي نجيب الخيط اللي دخلته درته على 4، غادي نجي هنايا الظهر غادي نثبت هنايا الخيط دائما باش ما يتفسخش ليا. غادي ندير له هذا الشكل هذا بعد ما عقدته. غادي نجي هنايا، هنا كلنا كنا كنخليو 4 ديال لي سباسات، يعني 4 ديال الاعمده.
غنجي ما بيناتهم، يعني جوج منا جوج منا، غنجي لهاد الغرزه اللي ما بين هاد جوج هنايا، غادي نخرجها وغادي نجيب لي زستراس. بالنسبه انا درت غير هاد لي زستراس العاديين، تقدروا ديروا اي زستراس عندكم. بالنسبه للناس اللي كديروا شي حاجه يعني زوينه، ديروا لي شي لي زستراس يكونوا زوينين. انا هادو هما اللي توفروا عندي، وقلت غير نعطيكم غير الطريقه وانتم ديروا اللي بغيتوا. غادي تجيو هنا موالي هنايا وغادي تلصقوها على هاد الشكل. تقدروا كما قلت لكم ديروا المرمى، لكن انا اكتفيت غير بهاد هكا لان ماشي الخدمه بزاف. صافي، وكنبدا كنرجع ليها كنثبتها من كل الجوانب على هذا الشكل. دائما كما كنقول لكم لي زستاسات خصكم تعاودوا عليهم اكثر واكثر. ها نتوما كيفاش كتجي. انا غادي نثبت هاد جوج اللي بقاو ونرجع معكم، غادي تزيروهم ترجعوا عليهم اكثر من مره. يعني كنوريكم غير النموذج وانتوما ديروا هذاك الشيء اللي الكميه اللي عندكم كامله وتزيروها ترجعوا عليها بالتزيير ضروري. رجعت معكم مع الشكل النهائي ديال الملاقيه ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، انتم تشوفوا كيفاش كتجي. صراحه كتجي زوينه بزاف. كما قلت لكم تقدروا تغيروا في لي زستراس، ديروا لي زستراس تيكونوا احسن. بالنسبه للالوان نتوما كتختاروا اللون اللي بغيتوا. نتمنى يكون الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ويكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش بالنسبه للناس اللي باقي ما اشتركتش في القناه ديالي بالاشتراك في القناه وبالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش طبيعه الحال اللي جام الى عجبتكم الفيديو. وكنشكر كاع الناس اللي انضموا للقناه ديالي، وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.